السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك في عمرك يا شيخنا. وفيك وفي عمرك. يا شيخ، إذا شخص وجد على بشرته شيء من مني يابس. جاي عفوا جاي. من مني يابس. طيب السؤال. إنه اغتسل وتوضأ. فإذا وجد هذا المني هل يعيد الغسل أم يتوضأ أم ماذا يفعل؟ لا يعني على الثياب فقط. لا لا على البشرة. مش هو غسل اغتسل؟ نعم نعم اغتسل، ولكن وجد بعد الغسل هذا الشيء. لا الغسل صحيح إلا إذا كان نام بعد الغسل. إذا كان نام بعد الغسل، إذا كان نام يغتسل ثاني وعيد الصلاة.